السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سيراي. مقطعنا اليوم بيكون شيء ممتع، اللي هو الموسيقى أو الأحجار الموسيقية في اللعبة. أكيد شفتوا المقاطع المشهورة المنتشرة اللي تشوف فيها لاعبين مسوين ريمكس لموسيقى معروفة، ومسوين الريمكس في لعبة فورتنايت، والكل يقدر يسوي هالشيء عن طريق الكرياتيف. لو أنكم تتابعوني، في امبارح أنا أعلنت عن مسابقة $150 لأفضل تصميم موسيقي في دور الكرياتيف. قلت إن المركز الأول بياخذ $70، الثاني 40، الثالث 20، والرابع والخامس ياخذوا $10 لكل واحد. انك تصمم موسيقى في الكرياتيف شيء مره صعب. انا ما اقدر اصمم شيء من مخي، يمكن مستحيل حتى بالنسبه لي، لان لازم تكون دارس موسيقى ولا شيء كذا. فعاد كثير فاهمين غلط انهم لازم يسمعوا النغمات ويحاولوا يقلدوها، وقلت لكم هذا الشيء مره صعب. طيب السؤال، لو انه صعب كيف بنصمم وكيف بندخل المسابقه من الاساس؟ الاجابه مره سهله. اول شيء روح للاحجار الموسيقيه، واول شيء بتلاحظ ان في احرف على الاحجار من A لين G، وتشوف ان الاحرف توصل لG وترجع تتكرر، وبنفس الوقت في اكثر من لون وكل لون يختلف نوع الموسيقى اللي فيه. الحين عرفنا ان في احرف، الشيء الوحيد الباقي هو انك ترتب الاحرف هذه. طيب كيف بتلاقي الترتيب؟ مره سهل، روح لليوتيوب واكتب اسم الموسيقى او النغمه اللي جت على بالك وتتصممها، واكتب في الاخير كي تون. اوكي، اكتب في الاخير كي تون. انا اخترت موسيقى هابير الخاصه بمارشميلو. بتلاقي كثير مقاطع، بس بدك تختار المقاطع اللي فيها واحد يعزف وفي احرف، لان هي اللي نريدها، مثل هذا المقطع. بحط لك رابطه في الوصف. اذا تلاحظ بتلاقي احرف تطلع وهي نفس الاحرف الموجوده على الاحجار. المطلوب انك تنسخ الاحرف من المقطع لين اللعبه. مثلا اذا تشوف اول حرفين معي هم A و G، فابدا حط الحرفين ورا بعض A و G، وحاول تاخذ الاحرف اللي موجوده في النص. وانتبه ترى في احرف على اليمين، في احرف على اليسار، فلازم تتابع اللي يعزف من وين بالضبط هو قاعد يعزف، يمين يسار نص الكيبورد، حاول تقلده بالضبط. عاد بدك تنتبه لان احيانا في وقفه طويله تطلع لك، فلازم تخلي مسافه اكبر. اما الوقفات الصغيره فلازم تحط الاحرف ورا بعض، وانت تبني راح تبدا تتعود لهالشيء وتصير اسرع. السؤال المهم، انا شو اريدك تسوي في المسابقه؟ اول شيء صمم بنفسك. امبارح وصلني تقريبا 26 مشاركه، وما اعتمدت الا 5 منهم تقريبا، يمكن اقل حتى، واثنين منهم كانوا لاعبين جوال. كفو صراحه، لان الباقي ما شاء الله شيل وحط، يحسبوا نفسهم اذكياء. دخلوا على مابات مشاهير في الكرياتيف وبداوا يعزفوا في الماب نفسه يعني، وصوروا لي وفرحانين. المهم عشان نعرف مين اللي جد تعب واشتغل ويستحق انه يفوز، سويت شرط بسيط، هو انك بعد ما تخلص العزف لازم تكون بنيت كود المتجر سيو وتشوفنا اياه في اخر المقطع، وهذا مثال المعزوفة انا سويتها. طبعا لسه ما خلصت، اليوم بديت وراح اخليها افضل واقوى. واذا لاحظت لما خلصت الكود سيو كان موجود في اخر المقطع، وهذا اللي اريده بالضبط عشان اتاكد انك انت اللي بنيت الماب بنفسك. وطبعا لو انك بجد تريد تفوز فلازم تتعب اكثر وتطول اللي انت سويته من الديكور، الشكل، النغمات الاضافيه. بعطيك مثال هو اللي انا اشتغل عليه الحين. بتلاحظ اني ضفت ديكورات وضفت حركات ونغمات، بس طبعا لسه ما خلصت. اريدك تسوي نفس كذا، انك تصمم شيء رهيب وفي الاخير حط الكود. المهم لو انك صممت خلاص، اريدك تصور لي ترفع المقطع على اليوتيوب، يمكن ياخذ منك كم دقيقه بس، وترسل لي رابط على ايميلي. طبعا انا شرحت كل هذا بالتفصيل في المقطع اللي قبل هذا، فرجع وشوفه. واخر يوم عشان ترسل لي مقطعك بيكون يوم الجمعه، كان الخميس بس راح اخلي لين الجمعه تاريخ 29 الشهر. يعني خذ راحتك وانت تصمم، لا تستعجل ترسل لي الحين مره، لا خذ راحتك، عندك لين يوم الجمعة انك تصمم. يوم الجمعة لو خلصت تصميمك ارسل لي اياه، او انك خلصت قبله شوي اوكي ارسل، حلو. المهم انك تكون اشتغلت وتعبت على التصميم، ولو فزت في مقطعك راح يطلع في القناة وبتفوز بالدولارات. وهذا مقطع اليوم. وصح ذكرت، لو انكم تريدوا تدخلوا جزيرتي وتشوفوا كيف رتبتها من ساعة المقطع اللي من اليوتيوب، فهذا هو الكود قدامكم.
بس انتبهوا شباب، اختاروا نغمات مختلفة لأن الموسيقى اللي أنا سويتها صارت مملة خلاص، كثير سووها، بيكون أفضل لو أنكم تتنوعوا وتجيبوا أشياء غير. ولا تنسوا زر اللايك والاشتراك لو ما شاركته. أشوفكم في الفيديو الجاي ومع السلامة.